بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا فرحان جيت من فريق الرجاء البيضاوي واتصلوا بي فريق الرجاء البيضاوي وحند اي لاعب باش يجي يلعب فريق الرجاء البيضاوي لفريق كبير معروف عالميا وافريقيا، والحمد لله جيت انا هذا الفريق هذا توكلت على الله وجيت نلعب ان شاء الله. الاهداف ديالي كنتمنى بعد اول حاجه نرضي مسيرين فريق الرجاء والجمهور كبير الرجاء، كنتمنى نرضيهم على رقعة الملعب ان شاء الله، نقدموا واحد كوره مزيانه ونحصلوا على القاب ان شاء الله. الصراحه كنشكرهم بزاف من المباراه هذايا، تعاملوا معايا بواحد الشكل مزيان، كنشكرهم مره ثانيه وان شاء الله نسيجم شويه بشويه ونتاقلموا معاهم مزيان ان شاء الله. رسالة للجمهور الرجاء، راه واحد الجمهور كبير تبارك الله كيشاهد به المغرب كامل، وانا كنت كنتفرج ساعه ساعه في الفيديوهات ديالهم اللي كيجيو كانوا يلعبوا معنا في تطوان، كنبقى نتفرج فيهم حتى هما كنساو الكره كنبقى نتفرج في الجمهور، وان شاء الله كنتمنى نرضيهم ونقدم لهم واحد الكره مزيانه وهادشي اللي كان.